علاقات مع إسرائيل يجب أن تأخذ منحى معين في الصراع العربي الإسرائيلي، كل ده كان موجود وارد. ومصر هي الجائزة الكبرى حتى لإسرائيل. شوف نتنياهو بيقول إيه دلوقتي، كان السلام بيننا وبين نظام معين، إذا سقط هذا النظام فلا بد أن نراجع وأن نمحص في النظام الجديد، سوف يكون على التزامه بما حدث أم لا. لا، أنت محاط بمخاطر كثيرة، بس طبعا ده ما يمنعش أنك أنت تغير للأفضل إذا أردت، لأنه في التزام قانوني، وعندنا حاجة اسمها في التوارث في القانون الدولي، الدولة بترس التزاماتها الدولية تلقائيا، فما فيش مشكلة. يعني دي مجرد تكوى بيلعبوا بيها، لأن إسرائيل لا زالت تتطلع إلى سيناء. وقطر وإيران؟ قطر دي دولة معجزة، يعني دولة عندها أجندة خاصة جدا، وقناة الجزيرة نفعتها نفع كبير جدا، وتكلموا يقول لك ما احنا مالناش دعوة، وانا عملت لك حاجة دي قناة الجزيرة قناة حرة وبتنتقد، طب خليهم ينتقدوا حد في قطر ويرد عليا كده؟ لا، وقناة فيها قدر كبير جدا من الذكاء ووضع السم في العسل، يعني يقدر يعمل لك عملية انتقاء تحكمي للأخبار وهي أخبار صحيحة، فيشوه صورتك، يدور على الخبر الوحش ويتجاهل الخبر الكويس. عمرك شفت برنامج على الجزيرة يبين مطار القاهرة الجديد وما جرى فيه؟ عمرك شفت برنامج على الجزيرة المكتبة الإسكندرية وما تم فيها؟ لا، ما هو بيدور لك على النقاط غير المضيئة. فجرى شحن، يعني لما بشر يشوف الجزيرة بنام مكتئب، إنما محطة بنت إيه يعني ملفتة. هل الجزيرة لعبت دورا في الإثارة أو في التحريض خلال الأحداث الماضية؟ أظن من برامج قيام الجزيرة عند نشأتها هو التحريض على تغيير الأنظمة العربية وخلق الاضطرابات الداخلية إذا لزم الأمر. نعود إلى الأحداث مرة أخرى، وفيها قدر كبير جدا من الرغبة في التطبيع مع إسرائيل، حتى بإظهارها للمعارك والمجازر في غزة. هو يريد أن يرهب الأطراف العربية والفلسطينية، أجندة ليست سهلة على الإطلاق، وهي قريبة من التطرف الإسلامي أيضا في نفس الوقت. لكن هل تعتقد أن قطر متورطة بشكل ما أو بآخر؟ لا في الأحداث، يعني في تمويل مثلا للبعض؟ هذا لا أعلمه، تعلمه جهات التحقيق عندما تلجأ إليه. يعني نظر صحيفة الأخبار نشر أن إيران متورطة، وأن هناك حادث جريمة كانت منظمة معدة للسيطرة على التلفزيون وغيره، وانشرها في صدر الصفحة الأولى في جريدة الأخبار. نائب عام يقظ جدا، ويعتبر يعني أحد الظواهر المشرفة في بلدنا، مستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وإحنا بنتابع هذا، وكل شيء بيأخذ مجراه في التحقيق. وانا النهارده اظن الفريق شفيق قال كلمه مهمه جدا، ان كل شيء هيكون علني، صحيح، حق المواطن في ان يعرف كل شيء هيبتدي يظهر. هذا الحقيقه في حاجات كتيره جدا، المفردات اتغيرت، انا مش مصدق خلال اسبوع واحد المفردات اتغيرت، طريقه الكلام اتغيرت، طريقه الالقاب اتغيرت، يعني ده برضه نقله. طيب اسمح لي، معانا تليفون، معانا السيد عمرو موسى امين عام جامعه الدول العربيه. مره واحده ست الامين، مساء الخير. اهلا وسهلا. عمرو بيه، الحقيقه انا يمكن اطلعت على البيان الصادر النهارده من جامعه الدول العربيه، الحقيقه يعني انا عايز تصورك الشخصي لما يدور الان في مصر. اولا انا اعتقد ان ما يدور هو حدث كلل، شيء ضخم جدا لم يشهده المجتمع المصري منذ عقود. بعضهم اظن هو الدكتور مصطفى الفقي قال انه ربما من ثوره 19، فثورة 52، فأحداث من هذا النوع اللي تهز أو هزت أرجاء المجتمع المصري وغيرت من مساره تغييرا حديا في وقت قصير. ولذلك احنا يجب أن نهتم اهتمام كبير بهذه المرحلة اللي حصل أنها جاءت حصلت فجأة، صحيح كان لها مقدمات يعني كانت واضحة فيما يتعلق بحالة الإحباط وحالة الغضب اللي كانت بتعم المجتمع المصري في لحظة ما في الماضي القريب. إنما اللي حصل أنه الشباب المصري، وأنا هنا الحقيقة يجب أن أحيي الشباب المصري، لأنه كشف عن وعي كبير كتير منا ما كانوش عارفينه، وكنا بنتكلم على انه التعليم والشباب اصبح مش مهتم والشباب مش متعلم كفاية، ورونا وعي كبير جدا في المطالبة بالتطوير وبالتغيير وبمصر مختلفة. ومن ثم الحدث نفسه والتعبير القوي عن موقف من الشباب، والحقيقة الشباب كان هو الجزء الرئيسي من هذا التعبير العام، انما كان فيه الكثيرين من كل جوانب الشعب المصري
من متعلمين وغير متعلمين، من فلاحين وعمال وموظفين، الطبقة المتوسطة كلها، المسلمين المسيحيين. يعني كان في تجمع كبير جدا بيعبر عن توافق مصري في الرأي بالنسبة لتحليله لهذه المرحلة. تلا ذلك أن الرئيس قبل منطق معين وحيا الشباب وقال أنا لن أترشح في الانتخابات القادمة. في هذه اللحظة ظهر ما تقدر تقول عليه إطار زمني محدد، مرحلة انتقالية محددة هي ما بين هذا الشهر أو أول هذا الشهر أو آخر الشهر الماضي. أيوه. وما بين شهر سبتمبر القادم. عدد من الشهور يمكن بل يجب علينا أن ننتهزها وأن نفعلها في الأمور الآتية. نمرة واحد، الحوار الوطني. يجب أن يكون هناك حوار وطني شامل، وقد تمت الدعوة إليه، دعا إليه الرئيس ودعا إليه أيضا نائب الرئيس، وربما يكون بدأ الآن بعض الاجتماعات الأولية، إنما نحن نحتاج إلى حوار وطني شامل وسريع. نمرة اثنين، أن هناك تعديلات دستورية ستغير من الإطار الدستوري اللي اشتغلنا عليه أو اللي أثار الكثير من اللغط، الذي أثار كثيرا من اللغط بالنسبة بالذات المادتين 76 و77 وبعض. والسيد نائب رئيس الجمهورية منذ لحظات أعلن أن في مواد أخرى قد تكون من ضمنها المادة 88 أظن الخاصة بالإشراف القضائي، قد تكون هناك أيضا مواد أخرى. صحيح. وهذه يبقى إذن إحنا أمامنا جدول أعمال، أمامنا خارطة طريق، وأمامنا إطار زمني أو معانا إطار زمني بينتهي بالانتخابات الرئاسية القادمة. إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل إنه الانتخابات الرئاسية القادمة لن يكون فيها الرئيس، إذن سوف يفتح الباب لمرشحين جدد، شخصيات سياسية مختلفة. فإنما تحت أي إطار، في داخل أي إطار سياسي وعلى أي أساس قانوني وفي أي إطار دستوري، هو ده اللي يجب إن إحنا ننكب عليه في مناقشاتنا، في اتصالاتنا، في حواراتنا، لأنه إحنا يجب أن نرسم خريطة طريق جديدة في الفترة الانتقالية القائمة اللي هي من فبراير الحالي إلى سبتمبر القادم، وكذلك بالنسبة لما بعد هذا، يعني في رئاسة جديدة، في آفاق ربما تكون أيضا جديدة بل يجب أن تكون جديدة. إحنا عايزين إيه من علاج ما يراه الكثيرون أو ما رآه الكثيرون قصورا، وفي البناء على ما تم من منجزات. يعني يمكن عايز اطرح عليك نفس السؤال عمرو بيه اللي طرحته على الدكتور مصطفى. بماذا تفسر استمرار مطالب بعض المتظاهرين في ميدان التحرير بتنحي الرئيس مبارك عن السلطه رغم ان الرئيس قد وافق على جميع المطالب التي تقدموا بها؟ الحقيقه يا اخي عمرو، انا كنت شايف انه بعد خطاب الرئيس بعدم الترشيح وفي ضوء الترحيب اللي جرى لهذا الخطاب المهم، زي ما قلت لك خلق جو جديد كان يمكن أن ينهي هذه الأزمة بسرعة. ثم حصل الخطأ، خطأ كبير جدا أمس بهذه القوة اللي دفعت بالموقف إلى أن يصبح موقفا دمويا. صحيح. بدل كان يصبح موقفا توافقيا، وكان يمكن أن يكون هذا يتم هذا يوم الجمعة أمس يعني. وحتى لو كان هناك قوة معارضة كانت هناك فرصة للتفاهم ولشرح الموقف وللتركيز على أن هناك الآن فرصة جيدة دعونا ننتهزها، وأنه خروج الرئيس من هذا المنصب سواء في شهر فبراير أو في شهر أغسطس أصبح أمرا يعني ما فيش فرق. إنما كمان يجب يكون في نوع، في رأيي أنا، نوع من اللياقة مع الرئيس اللي حكم لمدة 30 سنة وأنه يريد أن يخرج بعد نهاية مدته، ونهاية مدته دي في ظرف 3 أو 4 شهور. اللي حصل أمس كان يمكن أن يودي بكل ذلك، وإذا تكرر هذا يمكن أن يقضي على كل أمل في أنه الأمور تبقى على ما هي عليه حتى انتخابات الرئاسة القادمة. ولذلك اللي دفعوا بالأمور أمس ناس قطعا غير مسؤولين، وأنا تابعت الكلام اللي قاله رئيس الوزراء. أيوة. وأعتقد أنه على حق فإنه يقول دعوني أعتذر، وانه لابد ان يكون هناك تحقيق في هذا. ثم تابعت ما كلام نائب الرئيس وقال ايضا انه لن يترك هذا الامر، لن يترك، وانا رايي ان هذا الامر لا يجب ان يترك لانه ادى الى اضرار كبير جدا
بفرص التواصل السريع الى توافق راي وطني. في تقدير سيادتك، كيف ممكن احتواء الموقف غدا الجمعه؟ هناك فريق في ميدان التحرير وهناك فريق اخر في ميدان مصطفى محمود، ويعني البعض يعني بيرى ان ممكن جدا اذا حدث لقاء بين الفريقين سوف تكون معارك طاحنه ودماء تسيل هنا وهناك، كيف يمكن في تقديرك احتواء هذا الموقف؟ انا اعتقد انه احتواء الموقف هو في قيام سلطات الامن بواجباتها. التقاعس عن الاحاطه بالامور ومنعها ومنع تفاقمها دي مساله خطيره جدا. يعني كانت القوات المجموعة اللي بتؤيد الرئيس مبارك كانت مجموعة موجودة في جامع مصطفى محمود، المجموعة الأخرى كانت موجودة في ميدان التحرير. كيف يمكن السماح بأنه الاثنين يشتبكوا، رغم أنه كان ممكن ومن السهل أن احنا نوقف دخول هذه المجموعة على تلك. هذا أيضا ينطبق على ما يجب أن يحدث غدا على قوات الأمن، انها تفصل وتمنع تواصل المجموعتين، والا لا الله وحده يعلم هيحصل ايه. هيحصل ايه مش بس على الشوارع، لا هيحصل ايه في الوضع السياسي نفسه. نعم. السيد عمرو موسى، السؤال الاخير لحضرتك قبل ان اختتم هذا الحوار، لازم استغل هذه الفرصه واسالك، هل تنوي الترشح لرئاسه الجمهوريه في الانتخابات القادمه الرئاسيه؟ والله اما اقول لك عمرو، هذا الموضوع اصبح يعني فيه حديث كتير. وقلت من زمان وبقول ثاني انه هو من حق اي واحد انه يترشح، اي مواطن تنطبق عليه الشروط انه يرشح نفسه. ده ما كانش موجود قبل كده. كان، بس انت كنت عندك حرج ان الرئيس مبارك موجود وفي احتمال انه يرشح نفسه تاني، الان بعد ان ظهرت الصوره بوضوح امامك. لا وكانت المجلس، اعتقد ان الاجابه سوف تختلف ولا ايه؟ على الاخرين، ولكن الان اذا اصبح طبعا تبقى للتعديلات اللي هتتم. وبالمناسبه انا بقترح انه التعديلات اللي تتم يجب ان يكون عليها حوار قانوني مع اساتذه القانون في مصر، مش بس جهه معينه تدخل بتعديل لم يتم مناقشته وخلق توافق راي حوله. ارجع اقول لك انه انا مره ثانيه كل واحد فينا وانا منهم مستعد لتحمل مسؤوليتي في اي منصب او اي موقع، اما قراري نفسه فده لم اتوصل اليه بعد الحقيقه، لم افكر فيه ماليا بعد. السيد عمرو موسى امين عام جامعه الدول العربيه، شكرا جزيلا لهذه المداخله القيمه. شكرا. وعود الدكتور مصطفى الفقي. وبالمناسبه التعديلات الدستوريه مش هتخش على البرلمان كده، يعني هو رئيس الدوله من حقه ان يحيل مناقشه المواد 76 77 مثلا 88 للبرلمان. في لجنه تشريعيه وفي لجان استماع. بس دكتور مصطفى دلوقتي هذا المجلس مطعون على شرعيته. لا المفروض يعني هي ببساطه كده، البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه؟ يعني نحل المجلس ونعمل انتخابات تشريعيه وبعدين المجلس اللي جاي هيكون مجلس حقيقي ما فيهوش انتخابات مزوره يعدل المواد الدستوريه، ولا نعدل الدستور بعدين نحل المجلس؟ صح، عضويه المجلس اولا مش ضروري انتخابات عامه. طب انت هتصحح، انت عندك 480 واحد مطعون على شرعيته، يعني حل المجلس تقريبا ثلاث ارباعه تقريبا. في طعون شكليه ما لهاش قيمه كبيره، يعني في طعون الطعن بالتزوير ده طعن مدمر، الطعن المادي في العدد غلط في العدد طعن مدمر، الطعن في الصفه طعن مدمر. انما في طعون اخرى مش عارف في توقيت كذا اخطاء اداريه بتاع ممكن. وطبعا الامر متروك لدراسه البرلمان، يشوف عدد اعضائه ويبتدي يفرد الخارطه الموجوده ويرى ما حدث فيها. بالمناسبه تعبير، انا قلت كنت دايما اطالب بخارطه للطريق، كنت اقول احنا بنتكلم عن الفلسطينيين، خارطه الطريق للمستقبل الفلسطيني، وليس لدينا خارطه الطريق للمستقبل المصري. اول ما جرت التعديلات الاخيره دي يوم تعيين النائب، انا قلت ايضا في احد المصداقيات انه هذه بدايه ايجاد خارطه الطريق للمستقبل المصري. الضبابيه راحت. انت متذكر ما جالت شهرين ثلاثة، يا ترى المرشح الرئيس، يا ترى ابنه، ها يا ترى في اطراف اخرى، يعني كنا في حالة انسر. والحزب ساعتها قال احنا مش هنعلن دوت، والحزب عمال يلاعبنا بيقولك في يونيو، وساعات بعض اعضاء الحزب يقولك الرئيس هو المرشح الوحيد، والبعض الثاني يقولك الرئيس مرشح الا اذا رأى غير ذلك. فكانت الناس طول النهار، حتى المستثمرين حتى الاجانب يستثمرون. انا مرة رئيس وزراء الاردن السابق والله العظيم الاخ فايز ترونة وطاهر المصري رئيس الوزراء اصدقاء يعني، وعمرو بيه موسى يعرفهم كويس، قابلوني في جنيف قالوا تعالى عايزين نقعد معاك شويه. يعني قعدوا يتساءلوا ايه نظامكم، ايه مصر دي اكبر دوله عربيه ويهمنا مستقبلها لان بيتوقف عليه اشياء كثيره، واي زعامه اخرى في العالم العربي ما تنفعش من غير مصر. قولوا لنا حكايتكم ايه. كان في حاله من حالات
التساؤل والغموض في كل مكان. بس انا مندهش الحقيقه، انت بتنتقد الحزب